ده التليفون ده، التليفون ده هتاخده معايا في الاسم دلوقتي. فين؟ تيجي معايا دلوقتي حالا الاسم، مش هسيبك اصلا. انت مش عاجبك البلد دي، روح عند ماما يا بيه. ممكن حضرتك تصورني؟ هو طلب انساني يعني. بص هو كده بيصور. ماشي. ماما انت وحشتني جدا بجد، وكان نفسي تكون معايا دلوقتي. البلد حالها صعب جدا، والاخوان كانوا فعلا كانوا هم احسن ناس كانوا يمسكوا البلد في الظروف دي. الاخوان كانوا احسن ناس يمسكوا البلد في الظروف دي، لان مفيش اي نهضه بتحصل، ومفيش شغل، ومفيش اي حاجه. اخوان ايه؟ الاخوان المسلمين. ايه اللي في ايه اللي مش فاهم ايه؟ ايوه يمسكوا. لا كمل بس تصوير. كانوا هم احسن ناس يمسكوا البلد في المرحله دي. استاذ يا استاذ بتتكلم فيها يا استاذ. احسن ايه؟ احسن ناس ايه؟ احسن ناس يمسكوا البلد في المرحله دي. مرحله ايه؟ احنا مفيش. انت حضرتك مش شايف، انت مش بتشوف قناه الشرق اللي بتقول. انا مش شايف الكلام ده. حضرتك انت مصري؟ انا مصري. متاكد؟ والله مصري. اتكلم الكلام ده ازاي؟ ما اتكلم الكلام ده بناء. ايه اللي حلو سيء؟ ايه اللي حلو سيء؟ الدنيا ماشيه هي والناس شغاله وكله تمام، في ايه المشكله عندك؟ لا يا فندم، اللي انت بتعمله ده غلط. ده تحريض دوت، اللي انت بتعمله دوت تحريض. ايوه انا بكلمك كلام مظبوط. لو كلام حضرتك انت وحضرتك خايف. انا ماليش دعوه بالقناه دي. امبارح كنت بتفرج على قناه الشرق الاخوانيه. البلد انا صدقت فعلا ان البلد مش ماشيه صح. وقال ايه يا كابتن؟ كان احسن ناس ماسكين البلد. ايوه الاخوان كانوا ظابطين البلد يعني، بس بقول الحق يعني. ظابطين البلد. اخوان دي كانوا موديها مصر ورا الشمس. ده ما هو انت لو تابعت امبارح استاذ معتز مطر. معتز مين؟ معتز مطر. معتز مطر ده يعني مطر دوت. انا مش عارف اقول لك ايه يعني. لا انت ما... انت كابتن انت عاقل. هتغلط فيه ولا ايه؟ انت عاقل. اغلط فيه واغلط فيك انت كمان. لا ليه ليه؟ ايوه اغلط فيه واغلط فيك. لا لا يا حاج. ليه؟ قول لي ليه؟ انت خد بالك، انت فعلا انت مش وطني. انا مش وطني. اكيد انت مش عايزين تخلوا البلد مستقر. انتوا مين؟ انا ايوه اللي شبهكم دول. اقسم بالله انتوا اقل من الجزمه اللي احنا لابسينها. اقسم بالله ما تقدروش اصلا ان انتوا تتنفسوا. لا ليه؟ ولا تقعدوا. لا 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 لا. هو قال لي ليه؟ قال لي ليه؟ اتكلم كويس. انا بتكلم كويس يا عم. اتكلم كويس. ان انت ما بتتكلمش كويس. ليه؟ اكسر لك التليفون دوت يعني. انت وامك ولا اعمل فيك ايه؟ طب تكسره ليه بس؟ هو طلع على النبي. انت التليفون ده، التليفون ده هتاخده معايا في الاسم دلوقتي. لا ما تيجي معايا دلوقتي حالا الاسم، مش هسيبك اصلا. مش هسيبك والله. هو ايه اللي هسيبك؟ خلاص انا هاخد الموبايل وامشي. هو لا مش هاخد الموبايل وتمشي. هاخد الموبايل وامشي. لا مش هاخد الموبايل وتمشي. تعالى معايا بس كده. الاخوان كانوا احسن الناس ماسكين البلد. ما هو انت ليه مالهم الاخوان؟ الوضع في مصر سيء جدا، وانا عايز اقول لها ان البلد كلها بايظه ومفيش شغل ومفيش اي حاجه يعني. تقعد تعلق مثلا ايه الفكره على شماعه، البلد وحشه ومفيش شغل. في قنوات الشرق بيقولوا برضو حاجات معينه. غير القناه دي، امشي في قناه ثانيه. تكيف مش عايش. انا عايش بشغل، وعايش بتعب، وعايش بتقديرات في الجامعه. لا لا اكيد واسطه. لا لا اكيد معاك واسطه. هبقى اصورك انا. قول الكلام ده. انت قول لها هي كده. هي كويسه الحمد لله. تمام. انا كويسه يا ابني. احنا الحمد لله راضيين بكل حاجه. تمام. مفيش اي حاجه مضايقانا. طول ما احنا بنسعى، طول ما احنا بنتعب بنموت نفسنا في الخير. ماشي. ربنا يكون معانا. الوضع في مصر سيء جدا جدا، والاخوان ثانيه بس. مالكم من البلد يا عم؟ انت بتقول تبعت حاجه لمامتك؟ ما هي دي حاجه بعتها لمامتك. لا معلش اتفضل. استنى بس. الاخوان يا ماما كانوا احسن ناس ماسكين البلد، والبلد ما فيهاش اي انجاز ولا فيها اي حاجه. في مفيش اي انجاز بيحصل في البلد خالص. البسيكة ليه؟ اخوان فعلا زي ما انت قلتي كانوا احسن ناس في الفكر. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ اخوان ايه؟ ليه؟ كده يا عم ناس وسخه اصلا. الناس دي وكدابه وعمالين يطلعوا اشاعات في البلد. ايوه يا عم بس بالراحه. بس انا مش بالراحه. انت مش عاجبك البلد دي، روح عند ماما يا بيه. انت كده بتكذب، وانا هساعدك انك تكذب. لا طبعا البلد ما فيهاش اي تقدم في اي حاجه. في I am the one, the way your son don't need a gun to get respect.